مشاهدينا، وللحديث عن استمرار التظاهرات في إيران ودخول بلوشستان بشكل أقوى على خط الاحتجاجات، وسط إعلان الجيش بأنه سيتدخل لإنهاء التظاهرات بأمر من خامنئي. حول كل هذه التطورات معنا من لندن الكاتب السياسي الأستاذ طاهر الأحوازي. السلام عليكم. وعليكم السلام ولمشاهديكم الكرام. حياكم الله. ماذا يعني دخول بلوشستان بشكل أقوى على خط التظاهرات، بل رفضها المصالحة مع النظام الذي تسبب إلى الآن بقتل المئات من المتظاهرين؟ نعم، بالنسبة لما يحصل الآن في عموم جغرافية ما تسمى إيران، وخاصة في بلوشستان المحتلة الذي وصل بها اليوم، حقيقة يوم الجمعة، أكثر مدن هذه البقعة من الجغرافية الفوق استراتيجية، وهي تطل على بحر عمان، ووصل أنه كثير من أبناء هذا الشعب حتى أنزلوا علم دولة الاحتلال، الذي أبناء الشعوب تعتبر هذه الدولة ووجودها على أراضيها هي دولة احتلال. وبالنسبة للقمع الذي قام به النظام الإيراني، وهذا ما حذرنا منه سابقا وأوصفنا أنه هذه الشعوب بعد مرارة ما يقارب 100 عام من الاحتلال والاضطهاد والقهر الذي استمر وتحول بعد وازداد بعد أن جاءوا ما أسموا أنفسهم الإسلاميين بكثير من القهر والقتل والإعدامات بالشوارع، وحقيقة هذا كله سبب النظام وسياسة الرحنة. وكل ما ازداد بقمع هذه الشعوب، الشعوب تزداد غضبا وتزداد حضورا في الشارع، وهذا كله أساسا يتجه نحو توسيع الأزمة، لأن الشعوب القاطبة في جغرافية ما تسمى إيران، الشعوب الغير فارسية وحتى الشعب الفارسي نفسه، وإحنا شاهدنا خلال الأسبوع الأخير هناك كثير من الدعوات، إن كانت من منظمات حقوقية ومنظمات شعبية وحتى تنظيمات سياسية، إن كانت يعني جبهة الشعوب الغير فارسية وحتى المعارضة الفارسية، لدعم شعب بلوشستان بسبب أساليب القهرية التي قام بها النظام الإيراني. هذا كلها بالنهاية تصل إلى قدرة هذه الشعوب وحضور هذه الشعوب، وحقيقة السياسة التي حاولت هذه الشعوب أن سابقا أن توجه رسائل للنظام أن يغير في توجهاتها بالنسبة لسياسته بالقمع بالاعتقالات. ولكن أستاذ طاهر، في ذات الوقت اليوم قائد القوات البرية يهدد بنزول قواته إلى الشارع ومواجهة التظاهرات. من كان يقمع التظاهرات إذن، وعلى أي شيء سيترتب عليه هذا التصريح؟ هم طبعا عادة يعني حتى حول تصريحاتهم واتهام دول أجنبية دائما يحاولون يفرقون المسؤولية لما يحصل من جرائم من قادتهم. يعني احنا بالنسبة رأينا من الساعات الأولى، من كان الانتخابات السابقة أو الثورة الحاصلة اليوم وقريب أن تنهي الشهرين من العمر، هم القادة وتصريحاتهم، قادة كان الحرس الثوري وحتى الجيش الإيراني وحتى على رأسهم خامنئي نفسه، وزير الدفاع بالمقابل، وقيادات إن كان في مجلس ما يسمى الشورى الإسلامي الذي دعا هو ومندوبين يعني لقتل هذه الجماهير الثائرة. فهذا كله يفند ما سبق انهم لحد الان لم يقوموا بالتدخل او ما يقومون بجرائم بشعه، ان الطائرات والعسكر الذي نشاهده والدوريات كلها والقتل بالشوارع هو كله من الجيش والحرس. لا ننسى انه كل هذه الجيوش كانت من الميليشيات او من ما يسمى الجيش الرسمي كما يدعون الجيش الوطني، هي كلها تحت امرة خامنئي. طيب، ومن يوم يعني الأول إلى هذه اللحظات التي نحن نعيش فيها وهي ليلة سبت، يعني حقيقة هذه القوات مجتمعة لقتل الشعوب يعني، وفتحوا جبهات قتال يعني ما نشاهده
لحضور القوات العسكريه، وكانما ساحه حرب مع دوله خارج الحدود يعني. وهذا نعم كله أستاذ طاهر، حضرتك تقول أنه لم ربما لم يبدأوا فعلا بإجراءات حقيقية بالقضاء على المتظاهرين وإجراءات قمع حقيقية، إلى أي مدى يعكس تصريح قائد القوات البرية مدى دموية النظام الإيراني؟ بموازاة ذلك، كيف ينظر المتظاهرون والمحتجون والثائرون اليوم في إيران إلى مثل هذه ردود الفعل من الحكومة والسلطات؟ هذا طبعا هو الأمر اللي اليوم قادة النظام كثير منهم أعلنوا أن أصبح النظام وقياداته كلها في طرف، والشعوب المنتفضة في طرف ثاني. يعني الآن أصبحت الساحة الجغرافية ما تسمى إيران، نعم، سياسيا و يعني حتى جغرافيا أصبحت في شقين، وهذا دليل واضح أن هذه السلطة هي فشلا ذريعا ب يعني امساك بالامور، واصبح خلق واقع بين مؤسسات النظام بكل توجهاتها والثوره. لحد الان النظام لا يتمكن من تلبيه حتى ما يطلبه منهم المقربون للنظام. يعني هناك مندوبين، واحنا سمعنا مندوب بلوشستان في مجلس ما يسمى الشورى، و نعم. هناك قيادات أخرى وحتى من الإصلاحيين أن النظام الحالي والسلطة الحالية أن تراجع حساباتها بالنسبة لما يعني يطلبه الثوار، كان من أبناء الشعوب غير الفارسية وحتى الشعب الفارسي. وهذا كله دليل أن النظام حقيقة فشل، والثورة تتجه نحو التوسع، وهناك كثير من الخبراء والمختصين يعتبرون أن النظام الإيراني يصل إلى مرحلة النهاية. طيب أستاذ طاهر، هنا في هذه النقطة بالتحديد، يعني ذكرت أن هناك ثورات وتظاهرات كثيرة قامت في إيران من قبل المتظاهرين وكثير من المدن الإيرانية، ولكن جوبه بالقمع والقتل والقمع الوحشي. ما المختلف في تظاهرات اليوم في إيران، ولماذا تمثل يعني أمر مفصلي بالنسبة لإيران؟ طبعا المتابعين يعلمون أن هناك كانت يعني تنتفض الشعوب، وخاصة شعبنا العربي الأحوازي ومعروف هذا، وحتى أخذ عنوان عرابة الانتفاضات، وأتصور أن كل يشهد بها. كانت الانتفاضات والثورات تنطلق في مناطق محددة، صحيح واسعة. نحن في تموز 2021 انتفضت 21 مدينة في الأحواز المحتلة، ولكن لم تنجر إلا بعد أسابيع حتى القوات الأمنية قصفت مدينة الخفاجية ومحشور وغيرها حتى بالدبابات، يعني الطائرات استخدمتها. فهذه المرة الآن، هذه المرة وهي تعتبر ثورة عارمة دخلت بها كل فئات المجتمعات، يعني والطبقات الوسطى والتجار وغيرهم، وحتى الأساتذة بالجامعات والجامعات نفسها الطلاب والمدارس حقيقة. وأيضا لا ننسى دخول شركات النفط المنتجة الذي هي أساسا عام 79 قطعت ظهر البعير، قطعت ظهر بيت البهلوي وانتهى النظام السابق. هذه الثورة حقيقة اليوم أصبحت تأخذ تأييد دولي، تأخذ تأييد إقليمي، تأخذ تأييد داخلي، والشعوب كلها اتفقت من أجل أن تكون هذه ثورة، وستتجه إن شاء الله لإنهاء هذه الدكتاتورية والظلم القائم. من لندن الكاتب السياسي الأستاذ طاهر الأحوازي، شكرا جزيلا لك.